لو الحكاية فيها إن فيتو إيه رأي حضرتك في ترشح محمود الخطيب لرئاسة النادي الأهلي؟ لا ما ينفعش لازم يمشي. ليه؟ ما ينفعش هو عامل زي مرتضى منصور كده. يعني معاملته تبقى صعبة والكلام ده في ال والله يا أستاذ محمود الخطيب أستاذ كبير في النادي وقديم جدا وأنسب واحد إن هو يترشح للمكان ده لأنه قادر على تغيير النادي من حاجة فيها في مستوى لا يقل عن الفرق ونحن على مستويات جديدة عايزين ندخل كأس العالم عايزين نوصل لمرحلة أكبر من اللي احنا فيها دلوقتي. بس طب بالنسبة للمرشحين التانيين يعني هو صراحة أنا يعني كل الكباتن حاليا في الوقت ده من الناس المتميزة والناس الكويسة بس إن أنا أرشح أكتر الأستاذ محمود الخطيب لأنه العقلية الكبيرة جدا اللي شغالة قوي اللي متميزة في المكان بتاعها والمحمودة ممكن يقدم للنادي ولا مكانها صعب. بالنسبة لترشيح أي حد في النادي الأهلي أي حد عمر الجمعية العمومية للنادي الأهلي ما جابت حد رئيس للنادي الأهلي وطلع وحش. أنا حضرت من أيام يعني بقى لي حوالي 40 سنة أو 45 سنة في النادي الأهلي من 70 وأنا في النادي الأهلي عمر ما شفت حد وحش. الجمعية العمومية اختارت ده أو اختارت ده فالاثنين هيبقوا كويسين والاثنين هيفيدوا الأهلي ويا ريت في قانون أو في رأي أو في اختراع الاثنين يعولوا في النادي الاهلي الاثنين يبقوا رئيس واحد نمره واحد واحد نمره اتنين يا ريت. والله متهيألي الاحسن ان يجي حد جديد خالص وجه جديد. طب ليه؟ عشان يغير السيستم اللي موجود ده. يعني انت شايف ان الاداره دي مش قادر ان هي خلاص هو قعد فتره عمل اللي عنده ما عندهم اي واحد جه وعمل ما عندوش حاجه ثانيه يعمل. انا شايف ان محمود الخطيب يعني هيبقى احسن ويوصل النادي الاهلي لحاجه احسن. طب ليه السبب في كده؟ السبب في كده ان محمود الخطيب يعني حاجه مهمه للنادي الاهلي. بس والله انا من رايي الشخصي يعني اللي هو هيفيد الكوره اكتر لما يكون لاعب كوره يفيد الكوره اكتر. وبالنسبه للاداره بقى يعني ممكن يكون عنده حبه من الاداره يعني هو كويس وخبرة عالية تمام وفي أفكار جديدة في النادي منها وخبرة النادي الأهلي كبيرة تمام وعندي إدارة كويسة.